في منتصف أيلول عام 2013 بدأ يظهر في الإعلام خلال نشرات وتغطيات الأخبار اسم جديد، هو أحمد طعمه، وقدم على أنه تسلم منصب رئيس الحكومة السورية المؤقتة في الخارج التابعة للائتلاف المسمى معارضة، وقد مضى على ذلك حتى وقت إعداد هذه الحلقة نحو 9 أشهر. في أيار 2014 أجريت في سوريا انتخابات اختار مجلس الشعب فيها أسماء 3 مرشحين لينتخب السوريون واحدا منهم رئيسا للبلاد. كان منهم شخص عرفوه 14 سنة، واثنان آخران أتيح لهما وقت معين للتعريف بنفسيهما. فهاجمت بعض محطات الأخبار العربية عملية الانتخاب على أن المرشحين مجهولان للسوريين، ما يجعل العملية غير منطقية بالنسبة لتلك المحطات. كان على من صوتوا طواعية أو بالإكراه أن يختاروا بين بشار ومرشحين آخرين لم يسمع عنهما أحد من قبل. تلك المحطات قد فاتها أنها تطرح في الإعلام شخصا تقدمه على أنه رئيس حكومة كل السوريين، فماذا يعرف السوريون عنه بعد 9 أشهر من ذلك؟ هذا هو السؤال الذي توجهنا به للسوريين دون أن نفصح لهم لأي محطة أو جهاز إعلامي نتبع، كي لا يؤثر ذلك في طبيعة إجاباتهم. تعرف حدا اسمه أحمد طعمة؟ لك شو مشتغل؟ هذا كاتب. لا والله أحمد طعمة. لا والله لا 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 لا، ما هو شاعر سوري. لا بشوفه هيك بس انه اسم معروف في الاخبار، يعني مسؤول ما بعرف بالضبط، يعني سمع بس ما بعرف شو هو. لا لا شو اسمه؟ احمد طعمة. لا ما بتعرف هذا اسمه احمد طعمة؟ لا ابدا. لا احمد طعمة. لا لا والله طب ماني متذكر. لا احمد طعمة. لا طب احمد طعمة نعرفه. شو بيشتغل احمد طعمة؟ كاتب. لا والله سمعانين فيه؟ أبدا. أحمد طعمة يعني تاجر مسؤول. أحمد طعمة. لا والله شو بيشتغل أحمد طعمة؟ ما بتعرف هذا بعد اسم؟ والله سمع بعرف بيت طعمة مع من صابون. والله خمال تاجر بالحرية. أنا هو كان بالائتلاف الوطني رئيس الحكومة المؤقتة. تعرف حدا اسمه أحمد طعمة؟ لا أحمد طعمة بيشتغل. أحمد طعمة هذا استاذ باسطنبول قاعد. أحمد طعمة سمعني فيه. لا ما بتعرف هذا اسمه أحمد طعمة؟ لا والله. أحمد طعمة بتعرفه؟ والله ما بعرفه أنا. أحمد طعمة؟ لا والله لا والله أبدا. لا والله ولا مرة سمعت باسمه؟ لا والله. أحمد طعمة طبعا كمان مو رسام. لم تسأل تلك المحطات نفسها كيف يمكن لها مهاجمة عملية انتخابية استطاعت خلال نحو 1 شهر تعريف كل السوريين باسم وشخص المرشحين اللذين اختارهما مجلس الشعب ليكونا موضع بحث السوريين ثم اختيارهم، في حين لا تنتبه ذات المحطات إلى عدم معرفة معظم السوريين بشخصية رجل تقدمه كرئيس حكومة للسوريين كلهم رغم مضي نحو 9 أشهر على تسلمه ذلك المنصب.